زي ما احنا عارفين ان نسبة كبيرة جدا من المصريين بتحب الكورة وبتتابع اخبارها بشكل يومي، لكن للأسف في الفترة الأخيرة حصل حالة من الاحتقان والتعصب الشديد من جمهور الكورة المصرية بشكل عام والأهلي والزمالك بشكل خاص. عايزين نعرف يا ترى ايه اللي وصلنا للحالة دي؟ تعالوا بينا نشوف رأي الناس ايه. الإعلام حب كل جمهور للنادي بتاعه، جمهور بيبقى اساس اي حاجة. قنوات بقتش الكورة زي الأول، جيل كامل اتربى ان هو يشوف الأهلي بيفوز بس. الجمهور بقى انا بشجع ده، لا لو واحد زميل ما بيشجعوش انا ممكن اخسره، لا ما ينفعش كده. فهو لازم نكون يعني الرياضه اخلاق، وزي ما اكون انا بفرح لما اكسب لازم برضو اغير من نفسي لما اخسر واشوف ايه سبب خسارتي او اصلحه. يعني شايف ان الاعلام سبب رئيسي، في ناس ليها مصالح شخصيه اصحاب القنوات الاعلاميه اللي هم بيحاولوا يخلي الجو دايما مشتعل او دايما في اثاره ما بين الجمهورين، فده هم اكتر ناس مستفيدين منه. يعني اول كان افضل بكتير، كان بقى في اسلوب احسن، ممكن نهزر نعمل نشد مع بعض شويه، بس مش زي دلوقتي. دلوقتي بقى يعني بيتهيألي بقى في انعدام اخلاقي يعني بسبب الكوره بالذات. جمهور الاهلي اتعود دايما على الفوز، وجمهور الزمالك بالنسبه له المكسب قليل جدا لو هو ما بيكسب. فحتى قناه الاهلي لما بنطلع بنشوفها دايما بتعيد الماتشات بتاعه الاهلي الفوز بتاعه بس، لكن ما بتجيبش مثلا ايه ماتشات الخساره. احنا مش بنقول واحد من الجمهور متعصب يبقى الجمهور كله متعصب، يعني ما ينفعش. لازم نفتح شوارع عمليه، ولازم الجمهور نفسه يبقى عنده حس الامني من جواه. هو حماس، انا شايف ان هو حماس مش تعصب. في بعض ناس يبقى متعصبين وفي ناس تانية مش متعصبين، بس بيوصل معاهم لمرحله ان هم ممكن شتيمه، قله ادب كده. شايفه ان يعني التعصب في الرياضه ان هو سببه ان ناس مهتمية قوي بالرياضة وكل يقول لا انا عايز فريقي بس هو اللي يكسب، مش اي حد تاني يكسب. ما عندهمش فكرة ان ممكن حد يكسب وتاني مرة يكسب وتاني واحد يخسر. وانا شايف ان السبب الرئيسي بين التعصب بين الفرقتين هو الجمهور عامة، لان الجمهور بيحب فرقة قوي هيحاول ان هو يدور على اكبر فرقة منافسة ليها وهيتعصب على الفرقة دي ضدها. فلو انت دلوقتي مشجع اهلاوي انت هتحب الاهلي بزياده لدرجه ان انت ممكن تكره الزمالك وتتعصب الاهلي بطريقه ان انت ممكن تضرب جماهير الزمالك او تعمل حاجات وحشه جدا فيهم، وجماهير الزمالك نفس الكلام. فالاثنين مع بعض بيثيروا شغب جامد جدا، وفي نفس الوقت الاعلام بيزود الموضوع ده قوي. الحل ان احنا نرجع ثقافه الفريق تاني. يعني بمعنى ايه؟ ان احنا نحاول ننمي ان الروح الرياضيه، ان احنا مثلا ايه نتقبل اننا ممكن فريقنا يخسر او فريقنا يكسب. والله الحل ان هو الاعلام واداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك ليهم دور كبير في الموضوع ده. لا والله شايف ان مفيش حل، الناس تبطل كوره مثلا مش هينفع.